طب صلي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيقول لك إن الصالحين دول ربنا سبحانه وتعالى بيجعل التقوى فيهم كأنها مرض، يبقى مريض بالتقوى. أنت عارف التقوى إيه يا عم السني؟ يا سني يا راجل، أيوه أنت يا سني، عارف التقوى يعني إيه؟ لما سأل سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا أبا هريرة عن التقوى، قال له إيه التقوى؟ هي إيه التقوى دي؟ قال له هل أخذت طريقا ذا شوق؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فتلك التقوى. عمرك مشيت في طريق في سوق؟ عملت ايه في الطريق؟ مشي على تلطيف صوابعه عشان يتفادى السوق. اهي دي التقوى، ان تتقي في حياتنا وزماننا اللي احنا ماشيين فيه. محتاجين نمشي على ايه؟ على تلطيف اصابعنا، على اطراف اصابعنا. ليه؟ نتفادى الاسواق. عمال تقول ابيع دي ولا اشتري دي؟ لا لا كده ربا، لا مفيش تعمل دي. طب اشتري دي؟ لا لا ممكن يستعملوها في المعاصي، بلاش دي. طب ابيع دي؟ لا ما دي ممكن برضه فيها فتنه، هنتعامل مع نسوان كتير، بلاش دي. التقوى، التقوى بتخلي الانسان ماشي وعينيه في وسط راسه بيتنطط. التقوى بتخلي الانسان ماشي وهو مش ضامن حاجه، زي ما عندنا بيقولوا ايه؟ يبقى بحسوك. انا خايف اقع في الحرام، ايه دي التقوى؟ المتقون تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. إيه لما الواحد يبقى مريض في التقوى يحصل له ايه بقى؟ عارف؟ قال تصرف النفس عن الشهوات كما يصرف عنها المرض. لما يبقى الراجل مريض عنده شوية برد، عنده انفلونزا، مريض وتقول له كل الأكل جميل ولذيذ أهو، يقول لك إيه؟ ماليش نفس. يقول لك إيه؟ ماليش نفس. كذلك التقي لما تيجي الشهوات ملوش نفس. هيتعدي قدامه واحدة متسوقة ومتجملة وهو مش بيعمل كده عشان ما يشوفهاش، لا ده هو أصلا مالوش نفس. هو مالوش نفس يبص للقرف ده. مش قلت لك القرف وانت مش مصدقني؟ فالتقي مش بيقاوم ان هو ما ياكلش ربا، ده هو اصلا ملوش نفس للفلوس اصلا. الفلوس كتير بس النفس اللي تصرف. ملوش نفس. تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرء. وتكسر النفس كما يكسر